أحمد الجابري من سلطنة عمان، ممثل شركة قطرة تحت مظلة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشاركين في الملتقى العالمي لريادة الأعمال بشركة قطرة وهي معنية في المجال البيئي. طبعاً سعيدين بتواجدنا في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بحكم الاستفادة من الخبرات المتواجدة هنا من الشخصيات المحضرمة في مجال ريادة الأعمال وآلية قيادة الشركات نحو التميز ونحو التوسع في هذا المجال. طبعاً المشاركة تأتي بهدف الاستفادة من هذه الخبرات وأيضاً تكوين شراكات سواء كانت على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي. من خلال المشاركة في هذا المؤتمر حقيقة التقيت بشخصيات متقدمة في مجال ريادة الأعمال، تبادلنا الثقافة، تبادلنا المعرفة، تبادلنا الخبرة، أيضا تبادلنا سبل التعاون اللي ممكن نخلقها من خلال التعاون الفني الموجود بين الشركات من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.